للحديث أكثر ينضم إلينا من نيودلهي الكاتب الاختصاصي في الشؤون الأسيوية الدكتور وائل عواد. دكتور وائل عواد، أهلا بك في قناة المملكة. لطالما كان لأفغانستان خصوصية لدى القوات الأمريكية، الآن بعد 20 عاما ها هي القوات الأمريكية تنسحب أو معظمها ينسحب من قاعدة جوية. سؤال، لماذا الآن؟ ما الذي تنوي أمريكا فعله لشيء مخصص وكان له رمزية خاصة كأفغانستان؟ أسعد الله أوقاتكم بألف خير. هذا هو السؤال المليون دولار، لأن الولايات المتحدة عندما دخلت إلى أفغانستان بحجة محاربة الإرهاب وطرد تنظيم القاعدة من هناك وإعادة بناء الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في حكومة جديدة في أفغانستان، كانت تدرك تماما أن هذه ليست مهمتها الحقيقية، لأنها في الواقع هي كانت المسؤول الأول في جلب القاعدة إلى أفغانستان للقضاء على الاتحاد السوفيتي في ثقافة الجهاد التي بدأتها في عام 1979. ولكن عندما احتلت هذه البلاد وبدأت الآن تشعر بأن خسارتها أكثر من ربحها، تقوم بالانسحاب المفاجئ لتترك فراغا أمنيا في هذه البلاد يؤدي بشكل كبير إلى عودة الحرب الأهلية من جهة، وإلى تقسيم أفغانستان على أسس عرقية إثنية ستؤدي إلى سيكون لها عواقب جسيمة عليها وعلى دول الجوار على كل هذه المنطقة، باعتبار أن عودة التطرف والإرهاب إلى هذه المنطقة سيهدد مصالح جميع الدول المعنية. لطالما الولايات المتحدة الأمريكية كانت تنادي بمشروع الشرق الأوسط الجديد وهناك سياسات معينة تتبعها، الآن الولايات المتحدة تسحب قواتها من أفغانستان، أيضا لاحظنا من العراق باتت أيضا تسحب قواتها الأمريكية، ما الذي تنوي فعله الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا وعسكريا في هذه المنطقة بالذات؟ ما الذي تريد التوصل إليه خصوصا بعد اجتماعات للرئيس بايدن وسياسته في الأديان والإثنيات والتقسيم العرقي قبل الوصول إلى سدة الرئاسة، أيضا اجتماعه مع الرئيس الروسي، اجتماعه مع الرئيس التركي، وأيضا التقارب لربما مع إيران، ما الذي ينوي فعله في الشرق الأوسط والدول هناك؟ تماما، الولايات المتحدة بدأت تفقد نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشكل كبير، وأنها الآن تتوجه بشكل أو بآخر إلى آسيا باسيفيك باعتبار أن العدو الأساسي إليها هو الصين، وبالتالي الانسحاب من هذه المنطقة وإعطاء الدور الأساسي لحلفائها التقليديين القوى الإقليمية إن كانت تركيا وإن كانت إسرائيل، وبالتالي هذه الدول ستلعب دورا هاما في سياسة حماية المصالح الأمريكية من جهة وقيادة الحرب المقبلة ضد الصين في الواقع. إذا كان هذا التوجه إلى الزرع وإعادة التنظيمات الإرهابية إلى أفغانستان وعملية نقل المسلحين من مرتزقة الطالبان وعفوا من مرتزقة داعش الإرهابية إلى أفغانستان، وأيضا تنشيط القاعدة والسماح لهذه الأطراف الجهادية بالعودة إلى الحرب، ليس هو المستهدف في الواقع سوى الصين، وهذا يصب في إطار السياسة الأمريكية. لذلك عندما نتحدث عن الفراغ الأمني الذي تتركه الولايات المتحدة، نحن ندرك تماما أن هذا الفراغ الأمني ستملأه عصابات وأمراء الحرب، مما يعني أن ذلك سيؤدي بشكل أو بآخر إلى إشعال حرب في هذه المناطق يخدم المصالح الأمريكية ويضغط على الصين التي بدأت تمد نفوذها ليس فقط في منطقة آسيا باسيفيك ولكن إلى جميع دول العالم، باعتبار أن خط الحرير الذي تنتهجه الصين لبناء خط الحرير الجديد مشروع الطريق واحد حزاما واحد، ستقوم الولايات المتحدة بمجابهته بجميع الوسائل المتاحة لها ومن خلال إعادة التحالفات الجديدة للقضاء على هذا المشروع الصيني وإنهاء المد الصيني في هذه المناطق. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة ستعتمد بشكل أساسي على هؤلاء الحلفاء الذين سيرعون المصالح الأمريكية في المقام الأول. في مؤتمر التحالف الدولي أيضا الأخير ظهرت تحذيرات ومخاوف من عودة الإرهاب الداعشي إلى الواجهة، أو سواء في كل فترة يظهر مجموعة إرهابية فكرية معينة لكن تختلف الوجوه لكن الفكر هو واحد، كيف نقرأ هذه المخاوف بالتزامن مع تخفيف القوات الدولية في المنطقة؟ كيف ينظر لها العالم بما أنه من مصلحة الولايات المتحدة كما أسلفت أستاذ
وجود هذا الفراغ الأمني، وبالتالي مصالح المنطقة الآن على المحك، كيف تنظر الدول لهذه المصالح؟ هي اعتمدت سياسة الاعتماد على الإرهاب كسياسة كأداة لتنفيذ أو لتحقيق المشاريع السياسية والأهداف السياسية لها. لذلك عندما وجدت الولايات المتحدة ضالتها في الإرهاب في إسقاط الاتحاد السوفيتي، سحبت هذه القوات معها وعادت احتلال أفغانستان، ومن ثم توجهت إلى العراق، وهناك زرعت القاعدة وأيضا تنظيم داعش الذي ظهر من هناك من السجون الأمريكية. لذلك نحن ندرك تماما أن العودة إلى الإرهاب هو يخدم المصلحة الأمريكية، كما نلاحظ ما حدث في سوريا وما حيحدث في العراق من خلال حضور أكثر من 173 ألف مسلح من 83 دولة. هو جزء من السياسة الأمريكية. أين هم هؤلاء المرتزقة؟ ماذا حدث في الموصل وماذا حدث في الرقة السورية؟ إذا كل هؤلاء المسلحين المرتزقة سيتم إعادتهم وتوزيعهم في مناطق أخرى في العالم، طالما أن الإرهاب هو السياسة الرئيسية لإعادة رسم المصالح الأمريكية بعد أن خسرت الولايات المتحدة الريادة في العالم، باعتبار أن القطب الأحادي قد فشل نهائيا كما تعلمين في هذا العالم، وعلى الولايات المتحدة أن تجد نفسها الآن ضمن عالم متعدد الأقطاب، لكنها لا تريد أن تتخلى عن زعامة هذا العالم، ولا تريد أيضا أن تقول بأنها فشلت في قيادة هذا العالم ولم يعد هذا العالم ملك الولايات المتحدة، وإنما هناك قوى أخرى عليها أن تتعامل معها. من نيودلهي الكاتب الاختصاصي في الشؤون الآسيوية الدكتور وائل عواد، شكرا جزيلا لك دكتور.